إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا 8 شهور كاملين وغرامة نص مليون جنيه، عقوبة قوية جدا أكيد اتوقعت على شيكابالا. قلبت الدنيا كده النهاردة، جماهير النادي الأهلي مش راضية وشايفة أن العقوبة كان لازم شطب محمود شيكابالا خالص من الكرة المصرية، وجماهير الزمالك حاسة بالظلم وشايفة أن العقوبة قوية جدا على شيكابالا. وليه كل ده؟ وليه لاعيبة الزمالك هي بس اللي بتتعاقب عقوبات قوية جدا كده، ولاعيبة النادي الأهلي لما بتعمل أحداث مشابهة لعيبة نادي الزمالك العقوبات ما بتكونش قوية كده؟ هنجاوب على كل الكلام ده، وهنتكلم عن موضوع شيكابالا كامل، وهنتكلم كمان عن شيكابالا كان بيعمل ايه قبل كده وسوابق شيكابالا، وهنتكلم هل فعلا لعيبة نادي الزمالك مظلومين ودايما اتحاد الكرة بيجي كده على نادي الزمالك اكتر من النادي الاهلي، ولعيبة النادي الاهلي ما بتاخدش عقوبات قوية كده مع انها بتكون عاملة مواقف كبيرة جدا برضو تستاهل نفس العقوبات دي ولا ايه؟ هنتكلم عن كل التفاصيل دي. لكن قبل ما ندخل في الحلقة كده، انزل دلوقتي اخبط لايك الفيديو، شير على قد ما تقدر، لو لسه ما اشتركتش في القناة اعمل سبسكرايب وشغل الجرس واستنى الحلقات اللي هعملها بعد كده. يلا بينا. كور العالية روكسون القاضي موكون شاط الكورة القاضي موكون القاضي هنبدأ من الآخر كده في خناقة شيكابالا مع رئيس اتحاد كرة القدم المصري أحمد مجاهد، وخناقته معاه كده في احتفالية نادي الزمالك بفوزه بالدوري العام. وشفنا طبعا شيكابالا وخناقته مع أحمد مجاهد اللي كانت واضحة جدا وكانت فضيحة كبيرة ومنظر طبعا ما كناش نحب نشوفه من كابتن نادي الزمالك المفروض. طيب هل العقوبة دي صحيحة ولا العقوبة دي كبيرة ولا العقوبة دي صغيرة ولا إيه؟ خلينا بس نسيب موضوع العقوبة كده دلوقتي ونتكلم في حاجات أهم بكتير. محمود شيكابالا لعيب المفروض عنده كرة بشكل كبير جدا، لعيب مهاري من امهر اللعيبة المصرية، لعيب مانويل جوزيه قال عليه شيكابالا لو كان موجود معايا في الاهلي كنت خليته افضل لاعب في افريقيا. ليه شيكابالا بموهبته الكبيرة جدا دي اللي مفيش اي حد يختلف عليها ولا اهلاوي ولا زملكاوي ما عملش تاريخ كبير جدا لنفسه قبل ما يعمل كمان تاريخ لنادي الزمالك، مع انه عنده كتير جدا كان ممكن يقدمه للكرة المصرية؟ واحد هيقول لي يا عمو ما هو عمل بطولات كتيرة جدا مع نادي الزمالك، هقول لك لا 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 انت كده بتكذب على نفسك وانت عارف ده. انت بس عشان بتحب شيكابالا فبتقول كده. واحد زي شيكابالا بموهبته دي كان المفروض ياخد بطولات كتير جدا لنفسه والنادي الزمالك، ياخد الدوري 3 4 5 سنين كده ورا بعض يفضل محتل الدوري مع نادي الزمالك، ياخد بطوله افريقيا سنتين ثلاثه، لكن هو ما خدش بطوله افريقيا في تاريخه خالص. ازاي لعيب كبير بالموهبه دي وجه عليه اجيال قويه لنادي الزمالك كمان؟ ما تقولش مثلا ان هو كان بيلعب في الزمالك لوحده وما معوش جيل قوي، لا خالص، نادي الزمالك كان فيه لعيبه قويه مع شيكابالا ومع ذلك ما قدروش ان هم يسيطروا على البطولات لسنوات طويله. لا ده اخره كده كانوا بياخدوا بطوله واحده اللي هي بطوله الكاس. يعني شيكابالا في بطوله الدوري ما خدش غير بطوله الدوري السنه دي، كتبت له قبل كده ان هو كان موجود لكن مره يكون ما شاركش خالص، مره يشارك ماتشين ثلاثه، لكن السنه دي السنه الوحيده اللي شيكابالا خد فيها بطوله الدوري. حتى لما تبص كمان على ارقامه هتلاقي ان شيكابالا اغلب الماتشات كان بينزل بديل، ولما بيلعب اساسي ولما بينزل بديل كمان قدر يسجل هدف وحيد في بطوله الدوري كلها، رقم ضعيف جدا طبعا ليه. ولما تبص على لعيبه تانية في نادي الزمالك هتلاقي ان هم كانوا مؤثرين اكتر بكتير جدا في بطوله الدوري، لعيبه زي اشرف بن شرقي، لعيبه زي احمد سيد زيزو، لعيبه حتى زي اوباما، سيف الجزيري والمدافعين بتوع نادي الزمالك، لعيبه كتير كانوا مؤثرين اكتر بكتير جدا طبعا من شيكابالا. شيكابالا ما كانش لاعب مؤثر خالص في بطوله الدوري. طيب لما تبص على بطوله افريقيا، البطوله الاهم طبعا البطوله الافريقيه، ما قدرش ان هو يحققها ولا مره، حتى بطوله الكونفدراليه اللي نادي الزمالك حققها شيكابالا ما كانش موجود في الفريق. طيب ليه الكلام ده كله؟ الاجابه ببساطه هنا ان شيكابالا عقليته صفر، عقليته حرفيا الكرويه صفر، لعيب عنده مهارات وعنده فنيات وعنده كتير جدا كان يقدمه كرويا في رجليه، لكن عقليته مفيش خالص، لعيب دماغه قد كده بيعمل مشاكل كتير جدا. وتعالى بقى معايا كده نبص على جزء من تاريخ شيكابالا وجزء من الايقافات اللي حصلت لشيكابالا، تاريخ اسود لشيكابالا في كره القدم. 2002 ايقاف شيكابالا عام ونص ومنعه من المشاركه في امم افريقيا ومونديال الشباب بسبب سلوكه وتمرده مع مدرب المنتخب، ادي اول عقوبه ليه كانت 2003. بعد كده 2007، 2007 ايقاف 3 ماتشات وغرامه 30,000 جنيه، رقم كبير اكيد وقتها بسبب شتايمه لجماهير النادي الاهلي اللي اعتدنا عليها خلاص من شيكابالا من زمان. بعد كده في 2008 هرب من نادي باوك اليوناني، كلنا عارفين الموضوع ده، وصدر قرار من الفيفا بايقافه 6 شهور وتغريمه مليون دولار، رقم كبير جدا، رقم ضخم جدا طبعا، غرامه ماليه
تقيله جدا اتوقعت على اللاعب محمود شيكابالا. بعد كده في 2011 مشكلته مع حسن شحاته طبعا واهانته لحسن شحاته، رمز كبير جدا من رموز نادي الزمالك وواحد من اللي عملوا تاريخ كده لنادي الزمالك، حسن شحاته حاجه كده زي محمود الخطيب في النادي الاهلي، حاجه كبيره جدا طبعا، والمصر كلها طبعا كابتن حسن شحاته قيمه كبيره جدا، عمل مشكله كبيره معاه ونادي الزمالك راح موقفه لاجل غير مسمى. بعد كده في 2020 ايقافه 8 مباريات وغرامه 100,000 جنيه بعد احداث السوبر. بعد كده 2021 ايقافه ماتشين وغرامه 50,000 جنيه بعد مباراه القمه قدام النادي الاهلي. واخيرا مشكلته تاني مع احمد مجاهد وايقافه لمده 8 شهور وغرامه 500,000 جنيه. يعني ايقافات ما تعدش بقى لمحمود شيكابالا، وفي غير ده كمان مشاكل كبيره جدا ومشاكل مع كل الناس، مع جماهير النادي الاهلي ومع جماهير نادي الزمالك ومع اللعيبه ومع الحكام ومع رئيس الاتحاد نفسه، وحوارات كتير جدا لشيكابالا. يا جدع ده وانا بحضر الحلقه والله وبكتب كده على اليوتيوب بس شيكابالا، تلاقي بص كل الاختيارات اللي بتطلع لك عامله ازاي. شيكابالا يشتم جماهير الاهلي، شيكابالا واحمد مجاهد، شيكابالا يقول لكم ايه، شيكابالا يشتم جماهير الزمالك كمان، شيكابالا يضرب احمد مجاهد، شيكابالا مع رامز جلال. يعني حتى مع رامز جلال دي مش مشكله ولا حاجه، لكن شيكابالا حتى ملوش في الاقتراحات اللي بتطلع لك كده. مثلا اهداف شيكابالا، شيكابالا يحمل مثلا بطوله افريقيا، شيكابالا وفاول مثلا يجيبوا جول، مع انه ليه اهداف اكيد جميله جدا، لكن دايما الاحداث اللي بارزه لشيكابالا كلها مشاكل، كلها حاجات خارج كره القدم خالص للاعيب المفروض انه كان يكون مسيرته الكرويه غير كده خالص. ولو تيجي تبص كده على صور محمود شيكابالا، طبعا اشارته لجماهير النادي الاهلي باشاره سيئه جدا شفناها على التلفزيون وتوقف بعديها بعد الماتش ده. قبل كده طبعا رفعه للحذاء في وش جماهير النادي الاهلي، وعملها كمان مع جماهير نادي الزمالك لما كانوا بيسبوه، ومشاكل كتير جدا طبعا مع محمود شيكابالا، ومش بس مع الجماهير، مش بس مع جماهير نادي الزمالك ومع جماهير النادي الاهلي، هو ما بيقتصرش على جماهير النادي الاهلي بس، لا كمان عمل مشاكل مع جماهير النادي الزمالك. سيبك بقى من الجماهير كلها كده، مشكلته مع كابتن حسن شحاته التاريخ والقامه الكبيره جدا لنادي الزمالك لما قال له يا عم سيبني امشي، وكان عايز يتعدى كمان على كابتن حسن شحاته ورمى العراقه اللي عليها علم الزمالك على الارض، واللعيبه كانت بتحوشه كده عشان ما يروحش على حسن شحاته. انت كنت رايح تعمل ايه؟ كنت رايح تضرب حسن شحاته مثلا؟ حاجه غريبه جدا طبعا، وانفلات غريب جدا من شيكابالا. وكمان لما تبص ايه الحدث اللي حصل خلى شيكابالا يخرج عن شعوره كده؟ هل مثلا كابتن حسن شحاته اهان شيكابالا؟ لا ما حصلش الكلام ده، مدرب كبير جدا عمل تغيير في الدقيقه حاجه و60 ونادي الزمالك كسبان 2-0 والمباراه منتهيه، وبيعمل تبديل وبيعمل تغيير كده وبيشوف اللعيبه اللي موجوده عنده، طبيعي جدا يعني انه يعمل كده. امال لو كان خرجك في الشوط الاول كنت عملت ايه؟ كنت رحت ضربته فعلا؟ طيب سيبك من اللي عمله مع كابتن حسن شحاته، وتعالى بص ايه اللي شيكابالا كان بيعمله مع اللعيبه، طبعا من خناقته مع سيد معوض اللعيب الخلوق المحترم جدا اللي ما شفنالوش اي مشاكل مع اي حد طول ما كان بيلعب كره قدم، مشكله كبيره جدا عملها مع سيد معوض قبل كده في الملعب. واخرها طبعا مشكلته مع اللاعب الصغير في السن مصطفى البدري، وعمل معاه مشكله كبيره مع ان انت المفروض لعيب كبير، انت اللي تلم ورا الفرقه مش انت اللي تعمل كده، لكن مشاكل ملهاش عدد بقى مع لعيبه كتير ومع حكام كتير، وطول ما شيكابالا موجود في الملعب خد مشاكل كتير جدا بقى ما تتعدش. طيب هل شيكابالا بيعمل مشاكل جوه الملعب بس؟ لا والله، بره الملعب كمان ومع كل الناس. شفنا طبعا التويته اللي كان قالها على احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق برضه، مجرد ما انتقده بس على اللي شيكابالا عمله اللي هو موقف سيء، لازم اي حد ينتقده عليه الزملكاوي قبل الاهلاوي، اي حد بيفكر بعقله كده واي حد بيفهم واي حد محترم لازم يعترض على اللي شيكابالا عمله. راح على طول وراح رافع تويته وقال شكلنا هنشوف صوره تانية في الجونه، بطريقه واضحه كده على احمد حسام ميدو ان هو بيروح الجونه يعني مع كابتن الخطيب ومع الناس اللي بتروح الجونه ديت، وان هو يعني الله اعلم بقى انت قصدك ايه، مهم ان الكلام متغطي كده، لكن بيتريق على كابتن احمد حسام ميدو. طيب هل دي بس؟ لا، قبل كده حصلت مشكله بينه برضه وبين خالد الغندور لما راح طالع كده وقال لك مفيش فستق انا هاكل بندق، وراح متريق عليه كده قدام الناس، وطلع خالد الغندور بعديها وقال له يا شيكابالا انا كنت واخدك اخويا الصغير واكتر واحد كنت بدافع عنك، وبدا ان هو يتكلم. حصلت مشكله كبيره بينه وبين خالد الغندور كده كده بس؟ لا طبعا، كمان حصل مشكله كبيره بينه وبين الممثل احمد فهمي، مش بس مقتصر على كره القدم، لا المشاكل في كل حته ومع كل الناس، عد مشاكل بقى من هنا لبكره لمحمود شيكابالا. المصيبه الكبيره بقى بالنسبه لي ان لاعب واحد هو اللي بيحصل منه كل البلاوي اللي حصلت دي وكل المواقف اللي قلناها دي جوه الملعب وبره الملعب، ومع اللعيبه ومع كباتن الفريق ومع الجماهير ومع جماهير الفريق المنافس ومع الاعلاميين ومع الممثلين ومع الدنيا كلها. لعيب فعلا مشاغب، لعيب بيعمل مشاكل كتير جدا، لعيب عقليته هي كده، هو اي حد بيفكر ان هو يجي جنب شيكابالا بيعمل معاه مشكله، واللي ما بيجيش جنبه كمان بيعمل معاه مشكله. طيب فالعقوبه اللي اتفرضت عليه دي يستحقها؟ يستحقها والله، ويستحق اكتر منها بكتير جدا كمان.
كمان، ومن زمان لازم ان لاعب اتكررت المشاكل بتاعته بالشكل ده فعلا كان لازم يتشطب من الرياضه المصريه. تيجي تقول لي بقى طب لعيبه النادي الاهلي ما هي بتعمل كده، ما هو حسام عاشور قبل كده ورمضان صبحي غنوا مع الجماهير لما كانوا بيشتموا نادي الزمالك. معاك حق فعلا، وموقف غلط عمله حسام عاشور وموقف غلط عمله رمضان صبحي، مع انهم ما عملوهوش زي ما شيكابالا بيعمل اللي هو بيشتم معاهم وبيسخن الجماهير بشكل كبير جدا. لا، حسام عاشور ورمضان صبحي راحوا رقصوا مع الجماهير وهم بيشتموا نادي الزمالك، لكن انا مش هتكلم عن الموقف، موقف غلط وعملوه، لكن هات لي موقف تاني لحسام عاشور غلط غير الموقف ده، مش هتلاقي خالص. حسام عاشور عمره ما غلط في نادي الزمالك، لا هو مثلا في تصريح ولا مع الجماهير غير في الموقف ده، ونفس الكلام لرمضان صبحي. ومش بدافع عنهم والله، هم اتنين لعيبه دلوقتي مش على قوه النادي الاهلي، واتنين لعيبه كمان مش محببين دلوقتي وكلنا عارفين لجماهير النادي الاهلي اصلا، لكن الحق حق، عملوا موقف قبل كده وغلطوا فيه فعلا، لكن كان موقف واحد ليهم. كمان ممكن تجيب لي مواقف تانيه فرديه للاعيبه النادي الاهلي، لكن مفيش لعيب زي محمود شيكابالا بيعمل كل كميه المواقف دي، كل كميه المشاكل دي جوه الملعب قلنا وبره الملعب ومع كل الناس. فانا شايف ان محمود شيكابالا غير كل الباقيين دول. المصيبه الكبيره بقى ان تلاقي جماهير نادي الزمالك بتدافع عنه، وده اللي مقويه، وده اللي مخليه مش همه، واللي مخليه بيغلط في كل الناس وغلطاته بتزيد، لان هو بيحتمي في جماهير نادي الزمالك اللي بتحبه جدا واللي للاسف عاملاه اسطوره، وهو ما يستاهلش يبقى لاعب اسطوره. يستاهل يبقى اسطوره كرويا، ما عنديش مشاكل، مع انه ما عملش بطولات كتير وما حققش انجازات كتير بسببه هو مش بسبب حد تاني، لكن ما ينفعش تاخد اسطوره ليك شيكابالا اللي بيغلط في كل الناس واللي عامل كل المشاكل دي. عيب على جماهير نادي الزمالك انها تعتبر لعيب زي ده اسطوره. اللعيب اللي بنعتبر اسطوره ده اللي بيكون اسطوره جوه الملعب وبره الملعب، حاجه كده زي محمد ابو تريكه، زي كابتن محمود الخطيب. تعالى كده بص كمان محمود شيكابالا قال ايه مع رامز جلال. قال انا هبطل كوره او اروح العب في الاسماعيلي، انا مش عايز ارجع الزمالك. ازاي لعيب يقول تصريح زي ده وتعتبره اسطوره لفريقك؟ ازاي لعيب كان شايف ان هو عايز يعتزل في الاسماعيلي مش في فريقك مش في الزمالك وتقول ان ده اسطوره للفريق؟ حاجه غريبه جدا من وجهه نظري بصراحه. لعيب زي ده لو كان موجود جوه النادي الاهلي كان الجماهير الاهلي كرهته وكان الطلب برحيله، والاداره اصلا ما كانتش استنت عليه في كل المشاكل اللي عملها دي. ممكن تستنى عليه في مشكله في اتنين، لكن بعد كده خلاص اللعيب ده هياخد كارت احمر من الفرقه والباب يفوت جمل والنادي ما بيقفش على حد، وكان زمانه اتطرد من الفريق من زمان. وده كده رايي بكل بساطه في موضوع شيكابالا من اوله لاخره، ومستني رايكم تحت في الكومنتات. قول لي ايه رايك في الموضوع، قول لي العقوبه دي عقوبه كبيره على شيكابالا وكانت المفروض تكون اقل من كده، ولا العقوبه دي صغيره وكانت المفروض تكون عقوبه اكتر من كده تصل الى شطب اللاعب من الكره المصريه؟ مستني كومنتاتكم، مهمه جدا بالنسبه لي. وما تنساش تضغط لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، لو لسه ما اشتركتش في القناه اعمل سبسكرايب، شغل الجرس عشان تجيلك كل حلقات اللي هعملها بعد كده. سلام.